وأخيراً لقيتك هون. وين مختفي هالفترة؟ أنا هون ليكني. شو شايفتك لحالك؟ وأنا كمان لحالي. شو عم تشرب؟ كان لازم تشوف هالمنظر، وقعت بالأرض وما عاد حسيت على حدا. اشتقت لك كتير. طالما ما رح تسافر على لندن، فينا نلتقي مع بعض مثل أيام زمان. ليش حبيبك وينه هلا؟ اف كرام، هو أصلاً ما كان في شي وخلصت القصة. لو سمحت كاس تاني. تكرم، الكاس اللي بعده بتشربه عندي. امشي معي. واحد قليل أدب. شوفي أختي، هالزلمة ما كان يحل عني، وأنا مشان هيك طفيت التليفون هلأ. ما كنت أخلص من هالمزعج. حكيت مع المحامي، لا تخافي رح تنحل المشكلة. شكراً كتير عمران. شو فقت حبيبي؟ صباح الخير. انت رح تركبي معي بنتي. عم بيتصلوا من الشركة. خير قلي كمال. عمران بيك، عرفنا الزلمة اللي عم يزعج مريم خانم. ومين هو؟ قدرتوا تعرفوا شو اسمه؟ قدرنا نعرف، اسمه نادر سربل. نادر سربل؟ ايه عمران بيك، كل الاتصالات صادرة من تليفونه. انتو متأكدين؟ متأكدين يا بيك، حتى حددنا مكان إقامته. طيب ماشي. عمران، في شي مشكلة؟ أنا ضروري هلأ أروح على الشركة، كان عندي اجتماع ورايح عن بالي. خير، شو صاير عمران؟ أمي أنتوا روحوا لحالكم، أنا طلع عندي شغل. أمي ونحن بلا ما نروح معناتها؟ لا شو هالحكي، أنا كتير حابة أروح. أنت روح شوف شغلك ابني، يلا تعي تعي اطلعي معنا بالسيارة. مو معقولة أبداً.